رايح لعبد الله. ايه نعمل ايه؟ شاركني. مش شغال بدماغك ومش عايز تقول اي حاجه لاي حد. يا باي عليك يا حمزه. هو احنا مش شغالين مع بعض على نفس القضيه دي يا جدع؟ افرض كانت كاتروا عليك ولا خدت لك طلقه ولا اي نيله، ايه اللي كان ممكن يحصل؟ خلاص يا باي حقك عليا. ماشي يا حمزه. ماشي. معلش يا حمزه ما تزعلش مني، انا قافش علشان احنا اصحاب واكتر من اصحاب، انا خايف عليك. مش عيب يا حمزه، مش عيب. بقى ها مالك؟ وصلني بدري لو سمحت. ايه ده؟ ايه يا صالح؟ كلكم مش قادرين على واحد؟ بالذمه مش مكسوف من نفسك؟ امشي يا صالح. صالح عبد الله اتكلم؟ لا يا شيخ. كنت فين؟ كنت عند مراتك مش كده؟ رحت لها وانت عارف ان ده غلط يا سليم. ولو ما كانش ابوك يبقى مراتك، ولو ما كانش مراتك يبقى حمزه. ما قلتليش ليه ان ابويا بيموت؟ ونعرف منين اذا كان بيموت ولا لا؟ يعني ايه؟ شيخ جابر اللي بيعرف دبه النمله ما يعرفش ان ابويا عيان في المستشفى بين الحياه والموت؟ قلت لك لا. لا عارف ولا فايق عشان تسيبه اللي ورايا وشوف اذا كان ابوك بيموت ولا لا. ممكن تهدى شويه وتفهمني في ايه؟ مش ههدى ولا محتاج افهمك، انت فاهم كل حاجه لوحدك وانا كمان فاهم. انت كل اللي يهمك ان انا بقى مرمي في الاوضه اللي جوه دي محبوس بعمل اللي انت عايزه، لكن ابويا يموت يعيش ولا فرق. سليم بلاش صوتك يعلى وافهم انت بتكلم مين، وبلاش تقول كلام تندم عليه بعدين. اذا كنت جاي لي عشان تقول لي ان هو بيموت اديني عرفت. عايزني اعمل ايه؟ اقول لك تروح له؟ وماله؟ روح له يا سليم. ولا انت خايف ليكون حمزه مستنيك زي المره اللي فاتت؟ وطبعا مش هيكون مستنيك لوحده، لانهم مش هيسيبوك تعمل فيهم اللي انت عملته زي المره اللي فاتت. فوق يا سليم فوق. الخبر اللي انت جايبه لي دوت فاكر يعني انه نزل صدفه؟ لا، دول منزلينه مخصوص عشان يوصل لك، عشان تروح لهم برجليك. خلاص يبقى انا مش هروح لوحدي، وانا مش هسيب حد من الاخوه يروح للنار برجليه. خلاص يبقى انا هروح لوحدي واللي يحصل يحصل. ده ابويا ومش هسيبه. هتسيبه يا سليم؟ المره اللي فاتت انا عديتها لك بمزاجي، لكن المره دي لا. تسمع كلامي وتنفذ اللي بقولك عليه بالحرف الواحد، والا والا ايه؟ والا ايه يا جابر؟ والا ايه ما تقول؟ هات اخرك. سكت يعني؟ سكت عشان اخيرا فهمت ان انا عارف كويس انك ما تقدرش تعمل لي حاجه، لانك محتاجني فعلا يا سليم. انا محتاج لك، ما اقدرش اعمل لك حاجه، لكن لو عصيتني يا سليم مش انت البطل اللي هتتحاسب. تعالوا نرجع تاني اللي وصلنا له لحد دلوقتي. جابر وطلب شحنة متفجرات والجيش مسكها، واحنا متأكدين ان هو هيحاول يتصرف ويجيب غيرها، وسليم شغال بمفجر من على بعد. وعبد الله قبل ما يقتلوه قال ان العمليه اللي جايه عمليه اغتيال. ايوه حمزه، بس احنا برضو لسه ما عرفناش هو كان ايه قصده لما قال لك الكل. مين الكل؟ مين الكلمه دي؟ معناها ان اللي عايزين يقتلوه المره دي مش واحد بس، لا عايزين يقتلوا اكتر من واحد وفي نفس الوقت. يعني اكتر من عمليه وفي اكتر من مكان، وبتستهدف اشخاص هم عايزين يخلصوا منهم. يا فندم سيادتك، الناس دول عايزين يخلصوا من الكل، احنا والجيش والاعلاميين واي حد بيقول كلمه مش على مزاجهم. احنا هنأمن مين ولا مين؟
مش عايزين ننسى برضه يا فندم نوعية المتفجرات وكميتها اللي هم طلبوها. دي بتحدد ان هم هيستهدفوا الاماكن اللي فيها تجمع لاكثر من مسؤول، يعني مثلا قاعة المؤتمرات، دار القضاء، مدينة الانتاج الاعلامي. هي دي الطريقة اللي لازم نفكر بيها، لازم نبدا نجمع الاحتفالات والمناسبات اللي ممكن تحصل الفترة اللي جاية، وبكده هنحدد الاماكن والتوقيتات. رجالتنا بقى في إدارة المفرقعات عارفين نوع المتفجرات اللي هتستخدم في الحاجات دي، وهيحاولوا ان هم يوصلوا لها ويبطلوا مفعولها قبل هم يستخدموها. طب واحنا هنعمل ايه؟ سيادتك جات لنا اخباريه دلوقتي من المستشفى اللي فواز عبد الرحيم موجود فيها، بيقول انه بيموت. انا لازم اتحرك فورا يا فندم. يلا بهاء روح انت يا حمزه. بعد اذنك يا فندم. انا اذنك يا فندم. اتفضل. الو. يا بسمة. لا الحمد لله الحمد لله كويسة. ايه؟ لا 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 انا هعدي عليكي مش مشكلة، لا مش هتأخر. اوكي ماشي، باي باي باي. لا حول ولا قوة الا بالله، الراجل ده صعبان عليا قوي يا حمزة. استغفر الله العظيم يا رب. طب ايه؟ هنعمل معاه ايه ده؟ ولا حد فينا يقدر يعمل له اي حاجة. الله يخرب بيته ويحرقه بجزوة سيخ سليم هو السبب. كل اللي بيحصل للراجل الغلبان ده من تحت راسه. المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ هنستنى لما سليم يتصل ونشوف هنعمل ايه. تفتكر انه هيجي لما يعرف ان ابوه بالمنظر ده؟ طبعا. المرة اللي فاتت ما استحملش وجه. ولقيت مستنيه وهرب يا حمزة، هرب. ايه؟ هيجرب تاني؟ مش عارف. مش عارف بس مفيش قدامنا غير ان احنا نستنى لما يتصل ونشوف هنعمل ايه. طيب، يعني احنا كده كده مستنيين. انا هروح اشوف نوها بسرعة واجيلك على طول. ماشي. وحصل أي حاجة بكلمك في التليفون. ماشي. أبوس إيدك، ارتاح. حاضر. أبوس راسك، ارتاح. حاضر. ايوه ابويا ماله يا حمزه؟ انت فين يا سليم؟ مش مهم انا فين دلوقتي، بقولك ابويا جراله ايه؟ سليم ابوك عيان قوي، واظن كفايه بقى، الراجل ده استحمل كتير قوي من تحت راسك. اسمع يا حمزه، قسما بالله ابويا لو جراله حاجه لا هيكون اللي فات كله كوم واللي جاي كله كوم تاني خالص وكله فوق دماغك. ابويا تعبان يروح احسن مستشفى، تجيبوا له احسن دكتور. خلاص يا سليم، الادويه ما عادتش بتجيب نتيجه، ابوك بيموت. كل اللي هو عايزه دلوقتي يشوفك قبل ما يموت. طيب طيب انت هتخليني اشوفه يا حمزه؟ واحد مني يا سليم، لو سلمت نفسك هخليك تشوفه. اقفل اقفل، انا هكلمك تاني. قال لك تسلم نفسك مش كده؟ عشان تعرف ان انا كنت خايف عليك. خايف عليا؟ انا فاهم سليم، انت شايفني ازاي؟ صدقني يا ابني ده كله مش حقيقي. انت بالنسبه لي مش مجرد واحد بيعمل لي قنبله، لا، اللي بيني وبينك يا سليم اكبر من كده بكتير كتير قوي يا ابني. انا لازم اشوف ابويا حتى لو اسلم نفسي. اوعى يا سليم، لو سلمت نفسك يا ابني عمرك ما هتشوفه. اياك تصدقهم، دول الكذب بيجري في عروقهم. اوعى تفكر ان واحد فيهم ممكن يخدمك ولا حتى يكون فاهم انت حاسس بايه. شوف يا سليم يا ابني، ابوك انا هخليك تشوفه. ازاي؟ اديني فرصة اشوف طريقة، شوية وقت بس وقريب قوي هرد عليك. قريب ايه؟ ابويا في المستشفى مرمي بدل حياة والموت. العمار بيد الله يا سليم، لا بايدي ولا بايدك.
وبعدين هم اللي قالوا لك ان هو بيموت. ايه اللي خلاك تصدقهم؟ مش يمكن بيقولوا كده عشان تسلم نفسك؟ شوف يا سليم، ابوك وهتشوف، ودي كلمتي ليك. وانت عارف ان كلمتي عهد هيفضل في رقبتي طول العمر. بس لغايه ما اقول لك امتى وازاي، مش عايزك لا تتصرف ولا تعمل حاجه من دماغك. ماشي يا سليم؟ ربنا يهديك يا ابني.